الكريم أيها الحضر الكريم، مشاهدينا متابعينا الأعزاء، على البركة ينطلق الشوط الرابع والعشرون في تعداد أشواط هذه الفترة الصباحية بانطلاقة الأسماء المميزة بمسيرة سن الحقائق القعدان. نتواصل بالنداء مع أول المراكز لأتابع المقدمة والصدارة مع تواجد أول المراكز، هملولي خالد بن فهد بن راشد الجبر النعيمي على المركز الأول. ثاني المراكز التواجد من قبل حرب لفهد بن بركة بن فهد بوربع الحربي مع المركز الثاني، يغير شعاره إلى أول المراكز ليأتي على المركز الثاني بهذه اللحظات، وبتقدم نفس الشعار على المركز الثاني بهذه اللحظات، شعار أبو ربعة ليس مدون لدينا بالكشف. إذا نتواصل بالنداء مع المركز الثالث بتواجد السريع علي بن طحنوب بن جابر الجبران المري. المركز الرابع من الجانب الأيمن أتابع تواجد منصور فرج بن ناصر بن حفيظ الحفيظ المري. والمركز الخامس التقدم من سراب حمد بن محمد بن سلم بن قنزول العامري. هذا هو النداء الأول الأسماء الخمسة المتقدمة بتواجد شعارات المميزة والمنطلقة. أعود بحضراتكم إلى شعار بن مهيرة وإلى تقدم سريع بهذا الأداء السريع والانطلاق السريع لعلي بن طحنوب بن جابر الجبران المري. تغيرت أمور الصدارة مع انطلاقة وتقدم هملول لعلي بن سعيد بن سالم الاكتبي، من يقدم لنا هملول والسلالة الهملولية التي تجري بعروق هملول. المركز الثاني التواجد من قبل منصور فرج بن ناصر بن حفيظ الحفيظ المري. ثالث التحديات بدأ يتقدم قياض راشد بن علي الحميد بن قارع مع المركز الثالث. والمركز الرابع من الجانب الأيمن بدأ يتابع مسيرته الجانب المفتي هنالك المنطلق مع المركز الرابع. نتوقع المركز الخامس حتى تتضح أموره، ينحجب رقمه عنه المركز الرابع. إذا يتواجد سراب لحمد بن محمد بن سالم بن قزول العامر. المركز الخامس السريع لعلي بن طحنوب بن جابر الجبراني المري مع المركز الخامس. نعود مجددا إلى الصدارة، الكيلو متر الأخير لأرى شعار الاكتبي هملول على الصدارة على المقدمة، يسجل بقادة الأسماء بالانطلاقة السليمة لعلي بن سعيد بن سالم الاكتبي مع المركز الأول، بدأ يكتب اسمه بحروف من ذهب مع تقدم هملول بالصدارة. المركز الثاني أرى الغدوم والتقدم الملحوظ من قبل طوفان خليفة بن علي بن حمد العطية، بدأ يطوف طوفان وينطلق مع المركز الثاني. المركز الثالث التواجد والتقدم من قبل شاهين لسفر البجومي، ينطلق شعاره ويتغير إلى أول المراكز ليغير أمور مجريات هذا الشوط. أحد أبناء المملكة العربية السعودية يتابع بن حلفان في هذه الانطلاقة أميلة مع عمر هو الانطلاق الجميل مع 400 متر. المركز الثاني هملول لعلي بن سعيد الاكتبي مع المركز الثاني، ولكن خلاص قفل مجريات هذا الشوط. انطلق شاهين لسفر من مبلش من سفر البقومي مع الصدارة ومع المقدمة، يبحث عن التوقيت الزمني بانطلاقته مع أول المراكز ومع الصدارة. هذا هو شاهين وانطلاقتك الشواهين الجارحة والسلالة الشهنية تثبت الوجود دائما وابدا بمثل هذه الأشواط بلقات مميزة. سلام والتحية واحترام للبقومي على هذا الفوز المستحق وعلى أيضا حصول شاهين على المركز الأول. الثاني المراكز كان الوصول من قبل هملول لعلي بن سعيد بن سالم الكبير المركز الثالث، كان التواجد من قبل لسام لناصر بن فرج بن حمد بن ناصر بن دلموك المركز الرابع، كان الوصول من قبل المهدي لخليفه بن سيف بن عبد الله بن محمد منصور المركز الخامس، كان التواجد من قبل طوفان لخليفه بن علي بن حمد العطيه. مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء، نذهب بحضراتكم الى ملخص شوط الذي انقضى قبل قليل
في انطلاقة الأسماء وتغير المراكز من مركز إلى مركز. تابعنا وشاهدنا شهيد من انطلق كالشواهين الجارحة وحلق مع الصدارة بشعار الأفقمي وانتزع ناموس هذا الشوط ليذهب السلام إلى أبناء المملكة العربية السعودية. توقيت الزمني بلا شك 4:29:23. أتاهل التبريكات نزف فوري سفر من مبلش من سفر الأفقمي على هذا الفوز المستحق. ثاني المراكز كان الوصول من قبل هملول. 4:30:31. أتاهل التبريكات لعلي بن سعيد بن سالم الكتبي. المركز الثالث كان الوصول من قبل لزام من التزم بثالث المراكز. 4:31:33. أتهاني التبريكات لناصر بن فرج بن حمد بن دلمك المري على هذا الفوز المستحق.